Dalam perjalanan saya di bumi Yaman ini, banyak tempat-tempat sejarah yang menarik yang saya temui. Di antaranya ialah Masjid Al-Mahdhar yang berada di belakang saya. Masjid ini dibina daripada tanah dan menaranya adalah menara tanah yang tertinggi di dunia dengan ketinggian 40 meter. Masjid ini telah dibina pada tahun 1333 Hijrah. Bangunan lama di belakang saya ini dinamakan Isyak. Dikatakan bahan binaannya adalah campuran dari Hadramaut dan Asia Tenggara. Bangunan ini telah dibina pada tahun 1339 Hijrah. Seru kasidah kali ini akan membahaskan mengenai topik kasidah itu dakwah. Saya kini sedang dalam perjalanan untuk menemui tokoh yang tersuhur untuk mengupas topik ini. تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالدعوة مقصود الحمد لله وعلا إيصال الأوامر إلى العباد وإبعادهم وتحذيرهم من النواهي، فهذا معنى الدعوة. كيف يعرف الناس ما أمر الله وكيف حتى يفعلونه، وكيف يعرف ما نهاهم الله تبارك وتعالى عنه فيتنبوه. ولأجل هذا يقول الله ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو معنى الدعوة في إيصال الأوامر إلى العباد. ولأجل هذا الله سبحانه وتعالى لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام جعله بشيرا ونذير، فبشيرا لمن أطاع الله ونذيرا لمن عصى الله تبارك وتعالى. القصيدة الدعوية وسيلة من وسائل الحدو نحو الحق ومعرفة الحق والدلالة على الله سبحانه وتعالى، وللكلمة أثرها على النفس، فيكون أثرها أكثر إذا كان الناطق بها من الدعاء إلى الله، ويكون أثرها أكثر إذا كانت مسبوكة وموزونة ومقفاة، بمعنى مصبوغة بصبغة الشعر المقفى، فلها الأثر الواقع على القلب، لأنها يكون لها جمال غير جمال الكلمة المنثورة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، فكما أن السحر يستميل الناس كذلك الكلمة الطيبة الموزونة المقفاة إذا دلت بمعانيها وإذا غاص الفكر على معانيها استمالت هذا الفكر، ثم استمالت هذا القلب، ثم كان الأثر على الروح. فبهذا ارتقت القصيدة الدعوية إلى أن تكون وسيلة من الوسائل البارزة والمهمة في عصر النبوة، ثم عصر الصحابة، ثم عصور التابعين، وإلى وقتنا الحاضر لا زالت تؤثر في واقع الأمة. أول أسلوب للدعوة إلى الله هو كلام الحق جل وعلا، ولكن جاء العلماء في تبسيط ما فهموه من القرآن ومن السنة في قالب الإنشاد والشعر، فإن القلوب تميل إلى سماع الشعر وتميل إلى سماع الصوت الحسن وتميل إلى اللغة التي تفهمها وتعرفها. فأحتاج العلماء إلى أن يصيغوا هذه الأوامر في قالب شعري في أسلوب يفهمه العامي الجاهل المتعلم، كقول الإمام الحداد عليك بتقوى الله في السر والعلن. إذن هذه جمعت خطبة كاملة عن التقوى، فأصيغت هذه الألفاظ في الشعر الذي يألف. ولهذا يقولون العلماء ليس كل إنسان يفهم كلام الله، ولكن كلام الإنسان إلى الإنسان سهل أن يفهمه. فهذه القصائد الشعرية التي تنشد في المجالس العامة يتأثر بها الناس. حتى سئل الحبيب عبد الله بن محسن العطاس أحد علماء أندلسيا في بوغور هنا، نعم، ما بال الناس يتأثرون بسماع القصائد والإنشاد أكثر مما يتأثرون بالقرآن؟ فقال إن هذا القرآن خطاب من الحق جل وعلا إلى المخلوق، ولا يتأهل المخلوق إلى فهم كلام الحق حتى يتعلم ويقرأ، ولكن القصائد هذه كلام مخلوق
إلى مخلوق، فهذا كلام المخلوق أقرب إلى الأفهام. كيف تنمي القصيدة الحس الدعوي في سامعها؟ تنمي القصيدة الحس الدعوي في سامعها إذا أنصت بداية، لابد من الاستماع ومن الإنصات، والاستماع غير الإنصات، الإنصات درجة أعلى. ولذا يقول الحق سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالإنصات هو استجماع الحواس والغوص بالعقل في المعنى وتذوق القلب. فإذا اجتمع عند السامع تفكر العقل وتأمله وتذوق القلب لما يلقى إليه، حصل المقصود وارتقى مستوى في تلك الحالة إلى حالة أعلى وحالة أحلى، وطرب لما سمع طرب يحمله على التخلق بتلك الأوصاف التي جاءت في تلك القصيدة، أو تنبعث عنده همة لما أودعت تلك القوالب في ألفاظها من بعث همة السماع، وهنا يحصل المقصود. النشيدة بصورة عامة هي أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد تكون أقرب وسيلة، وركز عليها كثير من الدعاء في مجالسهم يفتتحون بها ثم يختتمون بها، وهي تتنوع بين أن تكون إنشاد، وبين أن تكون ماخذ جماعي يشل مع بعض، وبين أن تكون يعني دعوية أو توسلية أو يعني اجتماعية. Di belakang saya ini adalah Masjid Pak Alwi. Masjid ini telah melahirkan ramai dari tokoh-tokoh pendakwah yang telah pergi ke seluruh dunia untuk menyebarkan agama Islam. Masjid ini berusia lebih dari 900 tahun. Sekarang saya sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan ketua kumpulan Al-Masarraf. Beliau sedang menunggu saya di sebuah perkampungan yang dinamakan Ar-Rahbah. Ya Allah, ya Rabbiya, alatna, ya Allah, ya Dajjal, ya Dajjal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, sayang, ya Habib. Sayyid Alwi. Ahlan, sayang. Sekarang bersama saya ialah Sayyid Muhammad Haddad Al-Kaf. Beliau adalah ketua kumpulan Al-Masarraf yang terkenal di negara Yaman. Jadi kali ini kita akan bincang mengenai apakah makna kasidah itu dakwah. كيف حالك سيدي؟ الله يسلمك يا مرحبا وسهلا. انا اسلم يا مرحبا. وش عملت؟ والله نحن نخرج نحاول بعض المشيدين الى بعض المراحل في الاماكن هذه لننشر الدعوه لله سبحانه وتعالى، وننشد معهم بعض الاناشيد الدعويه التي تقربهم الى مجالس العلم. ممكن تاخذنا الى عند المنشدين نشوفهم كيف ينشدون؟ اكيد بالطبع بالطبع، اكيد لازم تروح عندنا، لازم تزورهم ونحضر المجالس. لازم اكيد ان شاء الله. يا مرحبا بك، يا اهلا وسهلا. Bersama saya sekarang ialah kumpulan Al-Masarraf. Sememangnya kumpulan ini sangat terkenal di negara Yaman, di Tarim, Hadramaut. Biasanya pada waktu begini mereka mengadakan latihan untuk memantapkan lagi alunan dan persembahan kasidah mereka. Inilah peranan Muhammad Haddad Al-Kaf selaku pemimpin kumpulan Al-Masarraf. Beliau akan mengumpulkan kesemua ahli kumpulannya untuk berlatih vokal serta alatan muzik bagi setiap alunan khasidah mereka. Kumpulan Al-Masarraf terkenal di Yaman kerana mereka sering dijemput untuk memeriahkan majlis-majlis kerakyat. Adakalanya, kumpulan ini mendapat jemputan untuk membuat persembahan di stesen televisyen Yaman. Let's go.
saya berada di Masjid Al-Fatah. Masjid ini telah dibina oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Malam ini saya membawa anda ke sebuah majlis yang dinamakan Majlis Hadra Al-Haddad. Majlis ini diserikan dan dipenuhi dengan alunan qasidah. Hadrah Al-Haddad diasaskan oleh Imam Al-Haddad. Dikatakan qasidah karangan beliau tidak kurang daripada 300 buah qasidah keseluruhannya. Intipati qasidah ini bermatlamatkan agar orang ramai sentiasa berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala dan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini hadrah ini telah berusia lebih daripada 200 tahun. Namun, amalan qasidah ini tidak pernah terputus sehinggalah ke saat ini. Uniknya, qasidah ini dibawa dan diteruskan oleh keluarga Baharmi yang mengasihi Imam Al-Haddad. Malah, pemimpin hadrah ini juga adalah dari keturunan Al-Haddad sejak dari dahulu lagi. Hadi hadrat Imam Al-Haddad منذ أن تقلل الحاوي فمت عملت من أيام وقته في ما تبقى من عمره 42 سنة وتعمل ليلة الجمعة مساء كل خميس يعني من كل أسبوع هذه الحضرة والحضرة يقيمونها المشايخ البحرمي اللي هم المعالم عند الإمام الحداد والبحرمي هذول الناس الآن تكاثروا كانوا إلا 6 و3 و5 الآن تقريبا كلهم يه أو أكثر وبعدين كلهم طيبين وأخيار ويحضرون أهل تريم ومنسوون وخاصة في الوقت الحاضر هذا لما تسفلتت الطرق وتمت الأهل تجيب تحصل هنا في بعض الحضرات ناس من قسم ناس من نبي الله هود ناس من القطن ناس من المكلة أسس الحضرة الحبيب أحمد بن حسن وينشدون هذا كله القصائد كلها من ديوان الإمام الحداد ولا بد أن تكون بحفظ ما يمكن حد يحمل كتاب ولا أحمل لازم حفظ سواء كان من قبل الحادي أو سواء كان من الحادي يعني تقريبا هذا منذ كم سنة هذا الآن بعد سنة 2002 في حدود 213 سنة Inilah suasana di sebuah pusat pengajian agama Darul Mustafa yang terkenal di negara Yaman dan juga terkenal di seluruh dunia. Di sini diadakan majlis bacaan Maulidur Rasul dan Qasidah pada setiap hari Khamis malam Jumaat dan juga bacaan Qasidah Burdah pada setiap hari Isnin. Dan di sini juga ramai pelajar-pelajar yang datang dari seluruh pelosok dunia. Darul Mustafa, sebuah institut pendidikan yang ditubuhkan untuk kajian sains Islam tradisional, terletak di Bandar Tarim, Hadramaut. Ianya salah sebuah institut sains Islam yang terkenal di dunia. Rata-rata pelajar dari seluruh pelosok dunia yang berhasrat memahami ilmu keagamaan bertumpu di sini. Antaranya dari negara-negara Arab, Afrika, Eropah, Pakistan, Indonesia dan Malaysia. Institut pendidikan ini mempunyai 3 matlamat utama. Pertama, pemahaman ilmu Islam yang asli, yakni syariah yang ditubuhkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kedua, penyucian jiwa dan penghalusan watak dengan mempelajari dan mengikuti contoh tingkah laku moral dan sikap yang mulia. Dan ketiga, penyebaran mesej yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan menyebarkan seruan Islam menggunakan metodologi yang berasaskan rahmat, kebenaran dan keikhlasan. Institut ini tidak pernah sunyi daripada majlis ilmu yang dikendalikan pada setiap hari, baik di waktu siang maupun malam. Namun yang menariknya, setiap majlis ilmu yang dianjurkan akan dihidang dengan alunan qasidah, sama ada di permulaan majlis maupun di penghujung majlis. Ianya boleh dianggap sebagai santapan pembuka rohani dan santapan penyuci jiwa. Memang kasidah ini memberi kesan ataupun ianya menaik dan membangkitkan dan menyegarkan
roh-roh manusia. Umumnya kasidah ini terkandung di dalamnya apa-apa yang kebaikan dan menolak segala keburukan, khususnya kasidah yang olahan daripada atau ungkapan daripada para-para awliya dan salihin. Agar kita lihat kasidah-kasidah yang ada terbit dan muncul daripada rintihan seorang yang soleh, seorang yang hampir pada Allah. Mereka menyatakan munajat mereka pada Allah. Setiap Muslim yang committed dengan ajaran Islam adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan suatu tugas suci dan sangat mulia, yaitu berdakwah di jalan Allah. Tugas ini adalah warisan dan amanah para nabi kepada umatnya untuk dilaksanakan dengan sebaik mungkin serta dengan segala keupayaan dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, jumpa lagi dalam Seru Kasidah di episod akan datang. Allahil ghalibna bi hawana au du'ina lil mashaq ikruna mustafana man bi akhlaq tahalla allahil ghalibna bi hawana au du'ina lil mashaq ikruna mustafana man bi akhlaq tahalla بين محتار ولاعب بين مغتار بكبره أو عن الخلق تخلى انظر العالم بأسره بين محتار ولاعب بين مغتار بكبره أو عن الخلق تخلى بالتسامح والتراحم تنجلي عنا المصاعب بالصفا والأنس تنعى وكؤوس حمة الدين قوموا اتبعوا خير الحبايب عن سبيله لا تحيدوا واتركوا ما كان يبلى يا حمة الدين قوموا اتبعوا خير الحبايب عن سبيله لا تحيدوا واتركوا ما كان يبلى التسامح والتراحم تنجلي عنا المصاعب بالصفا والأنس ننعى وكؤوس الوصل تملى التسامح والتراحم إننا أخلاق الأوائل ما لنا فيها يخاطب انتهينا بالشواغل وتولى من تولى إن أخلاق الأوائل ما لنا فيها يخاطب انتهينا بالشواغل وتولى من إننا مهما رجعنا للورى نخشى المحاسن ديننا حقا دعانا للهدى قسطا وعدلا إننا مهما رجعنا للورى نخشى المحاسن